النجم عماد متعب 29 بطولة. هنتكلم في كل هذه البطولات، هنتكلم في أحلى الأجوان اللي جابها عماد متعب، أحلى الأجوان اللي عملها عماد متعب، هنتكلم في ذكريات كثيرة جدا جدا في هذه الحلقة، إن شاء الله حلقة تبقى ممتعة. قبل بس ما أروح لعماد، عايز برضو ومعلش أنا آسف يعني استحملوني اليومين ثلاثة دول، لأنه دايما الناس بتكلمني، دايما الناس بتبعت لي، دايما الناس بتسأل على المدير الفني القادم للنادي الأهلي. المدير الفني القادم للنادي الأهلي سوف يتم الإعلان عنه من داخل قناة النادي الأهلي إن شاء الله. قبل كده ما نقدرش نقول إيه اللي هيحصل أو الدنيا ماشية إزاي، كل الأمور زي ما حضراتكم عارفين وزي ما حضراتكم بتسمعوا. وخدوا برضو هنا من كل الأخبار من داخل قناة النادي الأهلي إن الحمد لله الأمور ماشية على قدم وساق، كل الأمور جيدة جدا. إن شاء الله بكرة هيكون هناك اجتماع، أعتقد أنا لسه مش عارف هل هو هيحصل ولا لأ، ولكن إن شاء الله في خلال الكام يوم اللي جايين هتبقى كل الأمور واضحة لحضراتكم، علشان يكون هناك مدير فني قادم جديد للنادي الأهلي بعد انتهاء أو بعد توجيه الشكر لمستر مارتن لاسارتي اللي رأت لجنة التخطيط إن هو بعد نهاية الموسم. خدوا بالكم من الكلام اللي احنا دايما بنقوله مع حضراتكم، بعد نهاية الموسم مستر مارتن لاسارتي تم توجيه تقييمه، وبالتالي تم توجيه الشكر له من خلال لجنة التخطيط اللي شافت أن يتم توجيه الشكر لمستر مارتن لاسارتي. إن شاء الله حلقة تبقى ممتعة، فمش عايز حضراتكم تستعجلوا بالنسبة للمدرب، لكن إن شاء الله في أقرب فرصة، ممكن بكرة، ممكن بعده، ممكن الأسبوع اللي جاي، محدش عارف. هم 4-5 زي ما قلت لحضراتكم امبارح في بعد مباراة اطلع بره من جنوب السودان، قلت لكم امبارح إن شاء الله في خلال أيام قليلة هيبقى هناك مدير فني للنادي الأهلي، وسوف يتم الإعلان الرسمي إن شاء الله من داخل قناة النادي الأهلي. مش عايز بقى أشوق حضراتكم، وأنا عارف إن حضراتكم كلكم مستنيين النجم عماد متعب.